أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ وتتابعونا فيها. جدل الانتخابات الرئاسية استمر في مصر بعد ترشح ضابط في الجيش للرئاسة، وانتخابات ساخنة للغاية في النادي الأهلي المصري. ترقب عربي قبل ساعات قليلة من قرعة كأس العالم في روسيا، ومسؤولون أمريكيون وبريطانيون يهاجمون ترامب بعد إعادة تغريدة لمنشورات تحريضية ضد المسلمين. وأخيرا مدونون عرب يطلقون صرخة إلكترونية أنقذوا أطفال اليمن. كل هذا وأكثر في هاشتاغ فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاغ. ندعوكم دائما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب إيجي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابين على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها أيضا، فشاركونا. البداية إذن من مصر، حيث يستمر الجدل الذي بدأ حول الانتخابات الرئاسية بعد أن جاء إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق بمنع السلطات الإماراتية له من السفر ليفجر بهذا قنبلة سياسية أكبر من تلك التي أثارها إعلانه قبل ذلك بساعات بترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. إذن هذا وكان تعاطي الإعلام المصري مع الفيديو الخاص بالجزيرة والذي حمل كلمة شفيق حول احتجازه بالإمارات، مثيرا للسخر هذا التعاطي المصري الإعلامي معه حسب ما وصف المدونون، وقاموا بتجميع بعض المقاطع لبعض ما قاله الإعلام المصري حول هذا الموضوع، فلنشاهد. بس مبارك برقبتك، خلاص خلاص، ومبارك قاعد هنا وطلع بيان النهارده عشان يحمي بلده برقبتك. فما عنديش مشكله مع الفريق شفيق، لكن عندي مشكله النهارده اي حد يطلع الجزيره ومنهم الفريق شفيق. بقى عندي مشكله حقيقيه صراحه، اطلع ازاي انا قناه بتدمر في بلدي وبلد بتدمر في بلدي؟ يا سياده الفريق بتضرب في جيشك، بتهد بلدك. مش هي دي القصة، قصة مرة أخرى لماذا اختار الفريق شفيق منبر الجزيرة ليطلق دعواه بأنه منع من السفر. أحمد شفيق على قناة الجزيرة. الجزيرة يا سيادة الفريق، الجزيرة، الجزيرة. يعني بنأى بالفريق أحمد شفيق إن هو يكون فعلاً اتجه هذا التوجه، هل في انفعال؟ هل في حاجة غلط؟ محتاجين اننا نعرف اكتر. اذا استمر الجدل حول احمد شفيق بقوة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث غرد استاذ العلوم السياسية الاماراتي خالد استاذ العلوم السياسية الاماراتي عبد الخالق عبد الله، يقول أعطي مهلة 48 ساعة ليرتب أمره ويغادر، فهو غير مرحب به بعد اليوم على أرض الإمارات. في حين يرى الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية طارق الزمر، ليس هناك شك أن مجرد ظهور شفيق قد أزعج الجنرال وأذرعه وحفز مبارك ورجاله وأربك أباطرة الإمارات، وجعل كثيرين يقبلون بمباراة يقصي الأول فيها الثاني وتكون خطوة في مشوار الألف خطوة. نذهب إلى التغريدة التي سخر فيها الكاتب علاء الأصواني قائلا: رجل اسمه أحمد كسبرة هكذا يقول ضاق باسمه لأنه يثير السخرية فقام بتغييره إلى أحمد كسبرة. نذهب إلى التعليق التالي للكاتب وائل قنديل الذي يقول: سيناريو شفيق متفق عليه منذ 4 أشهر على الأقل، الصفيق في خدمة الشفيق كما يقول. في حين يرى الكاتب التركي إسماعيل باشا أن بين تورغوت أوزال وأحمد شفيق ما بين المشرق والمغرب، هذا ردا على من شبهه به في الأمس بعض التغريدات لبعض الكتاب.
إذن مأمون فندي يقول لا بد للنظام أن يشكر أحمد شفيق لإعلان ترشحه للرئاسة 2018، فبدونه لن تكون هناك شرعية للانتخابات داخليا أو خارجيا، إلا إذا سمح النظام لغيره من القيادات الكبيرة بالترشح دون ما تنكيل أو اغتيال للشخصية. نذهب إلى التغريدة التالية للناشط عمرو البقلي الذي يقول التعليمات العباسية توزعت على الوسائل الإعلامية كلها، لا مداخلات لشفيق ولا نشر أخبار عن شفيق إلا بعد الرجوع لأشخاص محددين داخل كل وسيلة. نذهب إلى ما غرد به عبد الرحمن بن مساعد يقول في هذه التغريدة: شفيق بعد أن كان عند خصومه إياهم سابقا من فلول النظام السابق وقالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر، أصبح الآن الزعيم المنتظر الخالي من العيوب والمليء بالفضائل، أين أنت يا حمرة الخجل؟ أخيرا كتب عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوة المسلمين يقول: بصرف النظر عن كون خطوة شفيق بالأمس نابعة عن إرادته الشخصية ودعم يتوقعه داخل مصر فقط، أو أن الموضوع مسرحية مرتبة مع الإمارات كما يرى البعض، فإن السيناريو الأول إذن يكون للسيسي بتلبك معوي، أما الثاني فقد يصيبه بانهيار عصبي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج. في سياق الانتخابات الرئاسية المنتظرة في مصر، أعلن الضابط أحمد قنصوة والذي ظهر بالزي العسكري وقال إنه عقيد دكتور مهندس وأنه أحد الضباط العاملين بالجيش المصري، وقد أعلن اعتزامه الترشح في الانتخابات المتوقع انطلاقها خلال أشهر قليلة. قال قنصوة إنه قد اتخذ هذه الخطوة لأنه لا يرى بديلا، وقال: لو كان لدينا البديل لم يكن أحد ليتجرأ على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات. فلنتابع هذه الكلمة لأحمد قنصوة: كان لدينا البديل لم يكن أحد ليتجرأ على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات، فمن البديل؟ أنا البديل، أحمد قنصوة، السن 42 سنة، عقيد دكتور مهندس معماري استشاري، مدرس الهندسة المعمارية، الضابط العامل بالخدمة بالجيش المصري العظيم. أعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالانتخابات الرئاسية المفترض بدء إجراءاتها خلال أقل من 3 أشهر بحد أقصى أوائل فبراير 2018، وفق ما حدده الدستور والقوانين ذات الصلة من إجراءات وضوابط، وعلى ضوء أهداف ومطالب ثورة 25 يناير و30 يونيو. إذن وقال قنصوة في خطابه المنشور على حساباته الخاصة على كافة منصات التواصل الاجتماعي: نعم هناك أمل، رغم أنني بالطبع أشفق على أهلي وأحبتي من جزع سيصيبهم حتما، وهم يسمعون هذا الكلام معكم الآن لأول مرة في زمن أصبحت فيه التصفية الجسدية خبرا اعتياديا يحتل عناوين الصحف الرسمية. فلنتابع: هناك أمل، رغم أنني بالطبع أشفق على أهلي وأحبتي من جزع سيصيبهم حتما وهم يسمعون هذا الكلام معكم الآن لأول مرة، وأعتذر لهم إن تسبب إعلاني هذا في تكدير صفو حياتهم لاحقا،
وعذري أن دافعي هو الأخذ بأيدي أبنائنا جميعا نحو مستقبل أفضل. أشفق عليهم، بل أخاف عليهم. وبون شاسع بين الخوف والجبن يدركه جيدا أولئك المتمترسون خلف القوة والبطش دون ضمير وازع أو قانون رادع. ويدركه أيضا هؤلاء الساكتون عن الحق المبتلعون ألسنتهم خوفا أو طمعا أو غفلا. فلو كنت جبانا ما كان هذا دربي في زمن أصبحت فيه التصفية الجسدية خبرا اعتياديا يحتل عناوين الصحف الرسمية وتطالعه الأعين وهي في طريقها إلى صفحات الرياضة، فلا تحفل ولا تكفل. واضح الاختفاء القسري هو غول هذا الزمان الذي نخيف به الأطفال. وأمس الحبس الاحتياطي مستقرا للكثيرين يعمرون فيه شهورا وسنين عددا. إذن هذا وقد حظي خبر ترشح هذا الضابط العسكري بتفاعل واسع على هاشتاغ أحمد قنصوة باسمه، وهذا على تويتر، حيث غرد الناشط هيثم أبو خليل وقال: بعيدا عن فكرة الانتخابات الرئاسية، ولكن ظهور شاب مثل العقيد أحمد قنصوة بهذه الجسارة والشجاعة يستحق التقدير. نذهب إلى ما يراه باهر في هذه التغريدة بأن خطاب إعلان ترشح أحمد قنصوة رجع لي إحساس 25 يناير، هو فرصته ما بعد الاستحالة بسنين ضوئية، بس الراجل صادق وخطيب مفوه ومؤمن بأهداف 25 يناير وعاقل ومهندس وحاصل على دكتوراه، يعني متميز علميا، وأتمنى يلاقي دعم من الناس ليحموه من أوباش النظام كما يصف في تغريدته. نذهب إلى ما كتبه الناشط عبد الرحمن يوسف ويقول: هذه مبادرة فردية طبعا، وهي مبادرة شجاعة من شخص لا نعرفه، ولكن لا نملك إلا أن نحترمه. تحية للعقيد أحمد قنصوة الذي يثبت أن مصر كلها تريد الخلاص من العميل السيسي حسب وصفه. نذهب إلى ما علق به أحمد سمير قائلا: إعلان ترشح الفريق شفيق، ترشح المحامي خالد علي، وإعلان العقيد أحمد قنصوة عجبني جدا وصادق، وكل هذا لنيته للترشح. خطاب مبارك أيضا وخطاب ماكر بالأمس، بالإضافة للمواقف السابقة للمعارضة المصرية. استنتاج واحد من كل هذا أو بعد كل هذه الأحداث: الكل اقتنع بخيانة وفشل واستبداد الرجل، وأدركوا أن رحيله هو الحل الذي لا حل غيره. نذهب إلى ما يراه سلام عبد الحميد بأن سجل عندك أحمد قنصوة ضابط كمان غير شفيق، مرشح أو مرشح نفسه ضد السيسي، انتخابات العساكر كما يصفها. أخيرا غرد الناشط حازم عبد العظيم قائلا: لفت نظري في بيان أحمد قنصوة القوي والمصاغ بحرفية أنه لم يشر إلى التفريط في الأرض وقضية تيران وصنافير، رغم أنه تعدى خطوط حمراء كثيرة، ولكن يبدو أن هذه القضية تحديدا قاتلة. على فيسبوك إذن استمر الحديث عن أحمد قنصوة، حيث تساءل أحمد صقر في هذه التدوينة وقال: لا أؤمن بالصدف، شفيق يعلن ترشحه ومبارك يطلع ببيان، وعلاء مبارك يعمل حساب على تويتر في نفس اليوم ويشتغل عليه سياسة، شفيق يعلن أنه محتجز في الإمارات ويتعهد بعدم التراجع عن الترشح، وعقيد الجيش أحمد قنصوة يعلن ترشحه نفس اليوم في خطاب بليغ وغير مسبوق في سقف سقف كله ثورية وموضوعية كما يصف أحمد صقر، ويتساءل هو في إيه، في حين سخر بهاء حجازي وقال: في بلد ما فيهاش حكم عسكر أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية هم المشير عبد الفتاح السيسي، الفريق أحمد شفيق، والعقيد أحمد قنصوة. لا والله ما حكم عسكر، وهي جملة شهيرة قالها السيسي سابقا. في حين يقول محمد البروجي: والله كلمة أنا البديل اللي قالها العميد أحمد قنصوة لو بقت شعار الحملة أي شيء في الشارع هينجح، إحنا شعب بقاله 65 سنة بيدور على البديل شبهه لقنصوة. أخيرا كتب الدكتور علاء الروبي وقال: ثوار البلالايكا وانتخابات العسكرية جدل هزلي في المقارنة بين السيسي عسكري 60 خرج حديث، ولا شفيق العسكري 70 اللي خرج قديما، ولا أحمد قنصوة العسكري 40 في الخدمة، ناقصهم عسكري 50 ويكملوا المجموعة، وكأن ثورة
لم تعمل لنا شيئا، وكأن الثورة لم تكن بالفصحى، وكان كل المصائب العسكر أو مصائب العسكر ليست كافية لنتعلم أن العسكر خرب. نبقى في مصر حيث انتخابات أخرى لا تقل سخونة عن الانتخابات الرئاسية، ولكن انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. هذا وقد استحوذت هذه الانتخابات على اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي في ظل منافسة ساخنة بين قائمة الرئيس الحالي للنادي الأهلي محمود طاهر وقائمة المنافس محمود الخطيب. وقد سيطرت الوسوم التي تتحدث حول الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أنها سبقت الوسوم التي تتحدث عن الانتخابات الرئاسية وعن أزمة أحمد شفيق. إذن تصدر هاشتاج انتخابات الأهلي قائمة الأكثر تداولا على تويتر في مصر وعدد من بلدان العالم العربي والتي يكتظ بها مشجعو الشياطين الحمر، هكذا اسم النادي الأهلي. ثم بعد ذلك جاء اسماء المرشحين الأقرب للمنافسة محمود طاهر ومحمود الخطيب، وأيضا ضمن الأكثر تداولا. كما حضر شعارا المرشحين ضمن الأكثر تداولا من خلال هاشتاج معا، وهو شعار محمود طاهر، وهاشتاج روح الفانيلا الحمراء، وهو شعار قائمة محمود الخطيب. إذن هذا، وانتشرت المئات من المقاطع المصورة ومقاطع البث الحي عبر خدمة فيسبوك لايف لأعضاء النادي الأهلي أثناء عملية فرز الأصوات، فلنتابع جانبا من هذه الفيديوهات. إذن سيل من التغريدات جاء على موقع تويتر رغم إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات التي ستظهر النتائج لها النتائج الأولية تحديدا في الساعات القادمة، حيث غرد حساب باسم مصري يقول: اللي حضروا الانتخابات لاختيار رئيس النادي الأهلي أكثر من اللي حضروا الانتخابات لاختيار رئيس مصر. نذهب إلى التغريدة التالية التي علق فيها الناقد الرياضي حسن المستكاوي قائلا: انتخابات الأهلي، احترم القواعد واللوائح دائما، ولكن أين روح القانون وأين روح اللوائح؟ ألم يكن ممكنا مد التصويت في انتخابات الأهلي ساعتين أمام هذا الحشد من جانب الأعضاء متسائلا؟ في حين يرى أحمد الرقابي أنه من المفروض أن انتخابات النادي الأهلي ما تبقاش للأعضاء بس، دي المفروض تبقى زي انتخابات رئاسة الجمهورية وكل الناس تروح تنتخب، ده مش أعضاء نادي بس يا جماعة، ده نادي الشعب كما وصفه، أنتوا فاكرينه نادي مستشارين وطفاية، مستشارين وطفاية كما يصف ولي، طبعا يلقي الكلام على النادي المنافس. في حين كتب الصحفي الرياضي طارق طلعت وقال: أتمنى كابتن حازم إمام يكون بيتابع انتخابات الأهلي دلوقتي ويمكن قلبه يجمد شوية. إذن
نذهب الآن إلى أبرز الصور التي تم تداولها من قبل الناخبين في النادي الأهلي فلنشاهد. تتوجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط حول العالم غدا الجمعة صوب قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو لمتابعة حفل قرعة كأس العالم عام 2018 في روسيا، والتي من المنتظر أن يشارك فيها لأول مرة أربعة منتخبات عربية دفعة واحدة، وهي مصر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية. هذا إذن وقد أقيمت اليوم القرعة التجريبية الأخيرة لكأس العالم وسمح للصحفيين بمتابعتها والتصوير. دعونا نتابع جانبا من الحفل التجريبي. إذن النجم المصري أحمد أبو تريكة بالطبع من أبرز محمد أبو تريكة من أبرز المشاركين العرب في حفل القرعة غدا، ومن أجل هذا حصل من خلال تويتر على كثير من الأمنيات والتوصيات من البعض بأن تقع مصر في المجموعة السهلة نسبيا في البطولة، حيث وجهت له رسالة من قبل النجم محمد صلاح لاعب ليفربول يقول: أبو تريكة شد حيلك معانا في القرعة يا تاريخ، وبلاش تدوس علينا جامد، كفاية الكابتن مجدي زمانه بيصلي من أسبوع علشان ربنا يكرمنا بمجموعة زي الفل. ليرد عليه أبو تريكة قائلا: مصر روسيا وبيرو وبنما، حلو كده ولا لا؟ في حين قال الفنان محمد هنيدي والذي دخل بسخرية على خط التعليقات والتغريدات قائلا: صلاح بيلبسك وبيشيل ايده علشان لما يروح روسيا يقول لهم تريكا هو السبب. فرد عليه ابو تريكا قائلا: بلاش هنيدي، هيودينا البرازيل واسبانيا ومصر واستراليا. بينما توقع الناقد الرياضي حسن المستكاوي قائلا في هذه التغريده: حلوه قوي، واختياري انا مصر وروسيا بنما ومونسيرات اللي ما وصلتش. مونسيرات بالمناسبه هي جزيره تقع بين الأمريكتين وتابعة للمملكة المتحدة. إذن سعوديا توقع عبد الرحمن وقال في هذه التغريدة: قرعة كأس العالم نتأهل لدور 16 بفارق الأهداف، نقابل إسبانيا ونلعب أو نلعب مقفلين وثلاث مرتدات لنا وواحدة منها أول، ونتأهل لدوري الثمانية ونقابل ألمانيا ياخذونا استهزاء ونباغتهم 2-1، وفي الدور الرابع البرازيل في البلنتيات ونفوز لأنهم ضيعوا هدفين، والنهائي البرتغال ونخسر منهم 3-0. نبقى إذن مع اللقطات الغريبة، حيث عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليثير الجدل مجدداً على تويتر، وذلك بعدما نشر 3 مقاطع فيديو تحريضية ضد المسلمين منقولة عن جماعة بريطانية يمينية متطرفة. وقال وقيل إن في التغريدة الأولى قد نقلت عن حساب جايدا فرانسين، وهي نائبة حزب أو نائبة زعيم جماعة بريطانيا أولاً، ويظهر في أول الفيديوهات مهاجر مسلم وهو يهاجم رجلاً على عكازين، وتبع ذلك مقطعان آخران لأناس تقول فرانسين إنهم مسلمون. هذا وقد أحدثت غضباً هذه التغريدات على تويتر، حيث رد على ترامب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية أليستر بيرت قائلاً:
بحكم منصبي وزيرا لشؤون الشرق الأوسط أفتخر بعلاقاتنا مع العالم الإسلامي وكل شعوبه. إن تغريدات البيت الأبيض اليوم مقلقة جدا ومخيبة للآمال. هذا ليس الاتجاه الذي نريد للعالم أن يمضي فيه. فيما تساءل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلا: هل ستحتج منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي على قيام ترامب بريتويت تغريدات حساب عنصري كاره للإسلام أم ماذا؟ نذهب إلى التغريدة التي يتساءل فيها بهي الدين حسام ويقول: كم رئيس وملك عربي يجرؤ على توجيه ذلك الانتقاد لترامب؟ انتقدت رئيسة وزراء بريطانيا علناً قيام الرئيس الأمريكي ترامب بالترويج من خلال حسابه على تويتر لفيديو يحرض فيه عنصريون يمنيون متطرفون ضد المسلمين. فيما دعت سمر جرة وقالت: يجب على كل إنسان شريف يحترم ذرة من إسلامه أن يرسل لتويتر مسجلاً اعتراضه على تغريدات ترامب المسيئة جداً للإسلام. أخيراً كتب الباحث ناصر التميمي: إعادة ترامب التغريدات المعادية للإسلام أثارت حفيظة حتى حليفته تريزا مي، الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والأنظمة العربية صم بكم عمي. طالب عدد من المدونين اليمنيين والعرب بإيقاف الحرب التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وفتح المعابر والمنافذ للأعمال الإغاثية الإنسانية. هذا وقد دشن المدونون هاشتاغ أنقذوا أطفال اليمن ليتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في لبنان، والذين رأوا أن أطفال اليمن باتوا يعانون من أزمات إنسانية كثيرة ترقى لما يشبه الإبادة بحقهم. إذن غرد حساب علاء ناصر قائلاً: 11 مليون طفل بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة، أنقذوا أطفال اليمن. وغرد علي قائلاً: أوقفوا الحرب، فإن هناك أطفالاً عرب يموتون جوعاً بالحصار ويقتلون بالصواريخ. على الإنسانية وضمير البشر بالتحرك، لما الخنوع؟ تساؤل. في حين تساءل أيضاً الأكاديمي العماني حيدر اللواتي قائلاً: هل هذا القصف من الإنسانية؟ هل هذا التدمير من الإسلام؟ هل هذا التجويع من العروبة؟ ولماذا تحاصرون اليمن؟ ولماذا تقتلون أطفاله؟ أليس هذا إرهاب؟ وليست هذه جريمة أم ماذا؟ فيما رأى الصحفي نادر فارس قائلاً: لا يجب المطالبة اليوم بفتح المعابر أمام المساعدات من قبل تحالف السعودية، بل المطالبة بإيقاف هذه الحرب العبثية التي لم تحقق لمجانينها أي هدف. نريد أن ننقذ أطفال اليمن من الكوارث التي يعانون منها، ونضمن لهم أيضاً مستقبلاً أفضل بدون حروب. لهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت، ولكن قبل الختام نترككم مع مقطع من أغنية رقت عيناي شوقاً، والتي لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي للفنانة أمل حجازي، ونشرت على حسابها على الفيسبوك بمناسبة المولد النبوي الشريف. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. دمتم في أمان الله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدئ.